كل سواعد مدت لغرس شجرة بمنطقة كدية التواجر بولاية النعامة، مشاركة واسعة في الحملة الوطنية لتشجير 100 هكتار خصص لغرس 8000 شجرة، وهي عملية بالغة الأهمية كون المنطقة مهددة بالتصحر. هذه العملية أيضا تدخل في إطار عمل الحكومة بصفة عامة من أجل غرس وبصفة كبيرة وموسعة أكبر عدد ممكن. عملية مهمة للأنظمة البيئية لتساهم في ترقية الغطاء النباتي المنطقة، نعرف أن منطقة عامة مهددة بالتصحر. تعتبر ولاية النعامة منطقة شبه صحراوية، لذا تم اختيار أنواع الأشجار التي تتأقلم مع المنطقة والمساعدة على منع زحف الرمال، وهذه الشجيرات ستحظى ببرنامج عناية وحماية خاص ضمانا لتحقيق أهداف الحملة. هنا منطقة عندنا فيها الجليد والزون يعني والسول ولا الأرض يعني فيها الكالكير بزاف، وبالتالي الصنوبر الحلبي والسيبري دخلنا بعض الانواع يعني في مساحه محدوده، مثلا كما الكاريتوس والبيبلي. عندنا الصيانه تاعها، السقي راه على 5 مرات ولا 6 ان شاء الله بربي في الصيف. باين نرد بلادنا غابات ونتهلوا فيها وندير الاكسجين لبلادنا. تغرس الاشجار اليوم لنحصد فوائدها غدا، والشجره تامين للوطن.